ما سلم حتى من مثل عليان، لكم تعرفون عليان، هذا عليان المشهور بأنه من عقلاء المجانين. اسمع بهلول، عقلاء بهلول من عقلاء المجانين عليان. طبعا هؤلاء عقلاء المجانين قوم عبدوا الله وحملوا على أنفسهم بشدة حتى خفت عقولهم، يعني حملوا على أنفسهم في الصيام وفي الصلاة وفي كذا، وحملوها فوق طاقتها. الإنسان له طاقة محدودة. هؤلاء يعني بقي عندهم إيش؟ شيء من تقوى الله، من الكلام الطيب النافع. فهذا حفص بن غياث مر على عليان المجنون، فقال عليان: من أراد سرور الدنيا وحزن الآخرة فليتمنى مثل ما عليه هذا. قال: فتمنيت أني ما توليت القضاء قط، بل قال: تمنيت أني مت ولا توليت القضاء. لما سمع هذه الكلمة من عليان: من أراد سرور الدنيا وحزن الآخرة فليتمنى ما عليه مثل هذا. وطبعا عليان له كلمات نافعة طيبة، مثل قوله لما قال له: أنت مجنون؟ قال: المجنون من عرف الله ثم عصاه. المجنون من عرف الله ثم عصاه. وقال له بعضهم: أنت مجنون؟ قال: أما عن الغفلة فنعم، وأما عن المعرفة فلا. أما عن الغفلة أنا مجنون عنها، وأما عن المعرفة، أنا عن معرفة الله فلا، لست به مجنون. وكان له يعني طرائف هذا عليان، طرائف منها أنه مر بالقاضي أبي يوسف، القاضي أبي يوسف مشهور، فلما مر بالقاضي قال: أيها القاضي، مسألة. وطبعا يعرف أنه مجنون، وقف له. قال: سل. قال: أليس الله يقول: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا ومن أمثالكم؟ قال: نعم. قال: وأليس الله يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير؟ قال: نعم. فقال له: أيها القاضي، فمن نذير الكلاب؟ من نذير الكلاب؟ إلا ومن أمثالكم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فمن نذير الكلاب؟ فقال له القاضي: ما أدري، أخبرني أنت. قال له: أنا أخبرك بشرط، أحضر لي شاة مشوية وخبز رقائق وكذا وأنا أخبرك. فالقاضي يعني كأنه قال لم يعده شيء من الفائدة وكذا، أمر بأن يحضر له اللحم والخبز، فأكل حتى شهد. فقال له القاضي: الآن من نذير الكلاب؟ فأخرج له حجر وقال: ما هذا؟ قال: يا حجر. ذكر هذا عند الجمع. طبعا ألفت مصنفات في عقلاء المجانين، ألفت مصنفات، هناك كتاب اسمه عقلاء المجانين لابن الضراب، وهناك كتاب اسمه عقلاء المجانين لابن حبيب، ومن أشهرهم بهلول. بهلول المجنون من أشهرهم، فقد كانت له كلمات طيبات خاصة مع هارون الرشيد، لأنه كان قد عاصره وفي صفوة الصف. وأيضا ابن الجوزي ذكر جملة منهم، ذكر منهم بهلول، أن بعضهم يقول: مررت على بهلول وهو في المقبرة جالسا وحده، فقلت: يا بهلول، في المقبرة لوحدك وقد دل رجليه في قبر؟ فقال له: نعم، أنا عند قوم إن جلست بينهم لا يؤذونني، وإن غبت عنهم لا يغتابونني. في المقبرة إن جلست بينهم ما يؤذونني، وإن غبت عنهم لا يغتابونني. وحج هارون الرشيد فمر بالكوفة فمر ببهلول، يقول وزير فضل بن ربيعة: قال فمررنا على بهلول فرأى موكب أمير المؤمنين، وهو مر إلى الحج والحرس الحشم، فتقدم من هارون الرشيد، فلما رأى الناس أنه بهلول استولى مجنون تفضل. فلما رأى أمير المؤمنين قال: يا أمير المؤمنين، حدثنا أيمن بن نابل، قال: حدثنا قدامة ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بلا طرد ولا ضرب ولا إليك إليك، يعني يعرض الحج عليه الصلاة والسلام والناس من حواليه
لا في من يطرد الناس ولا في من يصد الناس ولا في من يدفع الناس ولا إليك إليك. فقال له أمير المؤمنين هارون أحسنت يا بهلول زدني. فقال له من رزقه الله جمالا ومالا فعف في جماله واتقى في ماله كتبه الله في ديوان الأبرار. فقال أحسنت يا بهلول، ألك دين أقضيه عنك؟ قال يا أمير المؤمنين لا تقضي دينا بدين، الذي أخذت منه المال رده عليه واقضي دين نفسك بنفسك. قال يا بهلول أعطيك من مالي، أجري عليك جراية من مالي. قال سبحان الله، يعطيك إنساني، يعطيك وإنساني، الذي أجرى عليك سيجري عليه. ثم انصرفه تركه. ومر أيضا قابله فقال له يا بهلول عظني، وهو بجوار قصور بني العباس. فقال له يا أمير المؤمنين ما أعرفك، هذه قصورهم هذه قبورهم، هذه قصور آبائك وأجدادك من الملوك والأمراء وهذه قبورهم. ثم قال لهم وهبك ملكت كل الأرض طرا ودان لك العباد فكان ماذا؟ أليس غدا مصيرك لحد قبر ويحفي التربة هذا ثم هذا؟ فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا من هذه الموعظة من بهلول المجنون. ولما قال له رجل إن البر قد غلى، قال وما علينا من ذلك، إن علينا أن نعبده كما أمرنا وعليه أن يرزقنا كما وعدنا. فمثل هذا المجانين لهنا بالذات مشهور. ومن المجانين أيضا سعدون المجنون، سعدون نعم لو كان طيب أيضا، مر به بعد العصر وهو جالس عند رجل سكران، الذباب على السكران هذا وهو يهش عن الذباب، فقال له يا سعدون أنت مجنون؟ قال له هذا مجنون. هذا مجنون. قال ما علم ذلك؟ قال علم ذلك أني صليت الظهر والعصر في جماعة، هو لا صلى الظهر ولا عصر، لا صلى الظهر ولا عصر. تجدوا شيئا كثيرا من هذا في الكتب المذكورة، عقلاء المجانين لابن ضرار، عقلاء المجانين لابن حبيب، أيضا من ابن الجوزي بصفة الصفوة ذكر جملة من هؤلاء. يعني ربما مثل هؤلاء أعقل من كثير من العقلاء. من عقلاء أنا كان في السالة يعني ما سمي مجانهم عقلاء بيانس هو كما سمي، لأنهم بس كانوا قد عبدوا الله حتى خفت عقولهم، فكانوا من أجل هذا يعني ربما صاروا يجرون في الطرقات، يمشون في الطرقات مثل هذا، صار بهذا الاعتبار يعني. لكن بقي عندهم يعني معنى تقوى الله، الخوف من الله، الكلمة النافعة، هذا بقي عندهم يعني موجود في أذهانهم.